مساء الخير على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا بينا نبدأ حلقتنا، ولازم نبدأ حلقتنا معاكم طبعا كل تعازينا للشعب الكويتي في وفاة امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح. طبعا بنعزي السيدة حرمه شريفة سليمان الجاسم الغانم. شفنا إعلان الديوان الأميري الكويتي عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 سنة، وبيعتبر من أبرز الشخصيات السياسية الكويتية والعربية. الشيخ نواف الأحمد رحمة الله عليه هو الأمير السادس عشر لدولة الكويت، وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. نشأ الشيخ نواف في قصر دسمان بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلقى تعليمه في الكويت ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية. هو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. طبعا بنعزي تاني كل أشقائنا في الكويت، وربنا يرحم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويدخله فسيح جناته يا رب كل تعزينا من قلوبنا. خلوني بقى أبدأ معاكم حلقتنا. والفترة الأخيرة دي كل شوية بنسمع عن طلاق طبعا ما بين الفنانين، طلاق كتير ما بين الفنانين. امبارح شفنا خبر طلاق الفنانة، أو أول امبارح شفنا خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بعد جواز استمر ما بينهم لمدة ست سنين. القصة بدأت بينهم من 2018، اتجوزوا ساعتها عملوا حفلة بسيطة جدا اقتصرت على الأهل والأصحاب المقربين منهم، وبعد جوازهم يعني شوية كده وبدأنا نشوف خلافات كتير بتحصل ما بينهم للأسف. سبق وشفنا انهم انفصلوا عن بعض، وكان ده في شهر ديسمبر سنة 2021 بعد 3 سنين بالظبط تقريبا من جوازهم. وساعتها لما الانفصال ده حصل بينهم شفنا شيرين فاجأت الجمهور بظهورها وهي حلقة شعرها زيرو، كانت حلقة خالص، وطبعا ده كان يعني شيء صعب جدا. ناس كتير قوي قوي كانت زعلانة علشان خاطر شيرين، مش خاطر الحالة النفسية اللي كانت بتمر بيها شيرين. ده كان في حفل غنائي أحيته ساعتها في أبو ظبي، كان أول ظهور ليها. المرة دي الفنانة شيرين عبد الوهاب طبعا قالت تفاصيل طلاقها من حسام حبيب، وقالت ان الطلاق تم بشكل رسمي وان الانفصال تم ما بينهم بهدوء وبرضا الطرفين، واكدت ان هي وحسام بصحة كويسة وبخير ومفيش ما بينهم اي ازمات نتيجة الانفصال. وهي الحمد لله بتقول المرة دي ان هي مش متأثرة نفسيا بالطلاق زي المرة اللي فاتت او زي اللي حصل المرة الاولى، واكدت كمان انها بتحضر دلوقتي المجموعة من الاغاني الجديدة اللي عايزة تقدمها لجمهورها خلال الفترة اللي جاية. شفنا كمان اخو شيرين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب كتب وقال اختي الكبيرة وتاج راسي ولحم كتافي من خيرها وامي التانية، وباذن الله ترجع وتكسر الدنيا، واتمنى انها تاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا، وبس من وانا بعيد، بس كله من وانا بعيد، انا في حياتي وهي في حياتها. الحقيقه شيرين بجد، شيرين عبد الوهاب الفنانه الكبيره العظيمه اللي صوتها بجد بيدخل القلوب على طول، بتاثر في اي حد بتسمعه، وعامله علامه في نفس كل بني ادم بيسمع شيرين وبيحب شيرين. كلنا بنحبك بجد شيرين، بجد كلنا بنحبك، وكلنا بنتمنى ليكي كل السعاده، ويا رب تكون بداية جديدة ليكي ولأولادك ولحياتك، وتبدأي تستكملي بقى مشوارك الفني العظيم اللي كنتي مكسرة بيه الدنيا، وهترجعي تكسري الدنيا أكتر وأكتر. أنا متأكدة أنت ست ميزانية قوية، وأنا عارفة كويس قوي أنت شغلك بالنسبة لك وأولادك هيبقوا بالنسبة لك يعني الأولوية الأولى، وانك هتنجحي وانك هتعدي كل الصعاب وكل اللي فات. مش عيب ان احنا نرتبط، مش عيب ان احنا نحب، مش عيب ان احنا ندخل في تجربة، ومش عيب ان احنا لما التجربة دي تنتهي بهدوء وبشياكة وبذوق، ونرجع ونكمل حياتنا ونشوف حياتنا تستمر ازاي بالطريقة اللي تنفعنا، الطريقة اللي تريحنا، والطريقة اللي كل الناس كمان مستنياها منك يا شيرين،
كل الناس مستنيه من شيرين اعمال فنيه جديده بقى لنا فتره، وان شاء الله هنستنى الاغاني بتاعتك الجديده. بنتمنى لك راحه البال والسعاده في الفتره اللي جايه كلها، وطبعا نجاح لكل الاغاني اللي انت هتنزليها اللي احنا مستنيينها على نار. عايزه اتكلم بقى عن حاجه تانية برضو حصلت اول امبارح، حاجة برضو جميلة جدا. طبعا شفنا فوز النادي الأهلي في مباراة مهمة، مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والأهلي فاز على اتحاد جدة السعودي بثلاث أهداف مقابل هدف. طبعا ناس كتير جدا جدا كل الأهلاوية فرحوا، وأعتقد أن المصريين كلهم كمان فرحوا، لأن الماتش ده كان في قبليه كده كلام ان الماتش هيبقى صعب على الاهلي، ان الماتش مش عارف ايه الكلام ده، انما الاهلي اهلي ودايما الفانيلا الحمراء هي اللي بصراحه ما بتخيبش ظننا ابدا كمصريين وكاهلاويه فيها. تخيلوا بقى معايا ان السر ورا فوز النادي الاهلي ثلاث ستات. ثلاث ستات. انا عارفه ان في ناس وهم قاعدين كده يا شيخه بقى انت بتقولي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، لا ما هي مقولة وراء كل رجل رجل عظيم امرأة، دي مش جاية كده، مش هباء، دي حاجات أثبتها التاريخ. هو ده بالظبط اللي حصل. عايزة أقول لكم مين هم التلات ستات. التلات ستات أول واحدة هي والدة اللاعب حسين الشحات، تاني واحدة والدة اللاعب إمام عاشور، تالت واحدة زوجة علي معلول اللاعب علي معلول. طبعا كل واحدة فيهم بيشيد بيها ابنها أو جوزها في المكسب، ما بنشوف لهمش ماتش بيكسبوه الا لما اللقاء اللي بعد الماتش على طول، بيشيدوا بالستات اللي في حياتهم ودايما بينسبوا ليهم الفوز اللي في حياتهم. هنبدا بمريم زيان. مريم زيان هي مرات علي معلول صاحب الهدف الاول للاهلي امام الاتحاد، وقال عنها في احد اللقاءات ان هي عارفه كل المواقف العصيبه اللي مر بيها، وان هي اكتر انسان قريب منه ودايما بتسنده ودايما بتشجعه. وهو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، امتنان اللاعب الراجل، بلاش اللاعب، الراجل، امتنان الراجل لزوجته، امتنان الراجل لمجهود زوجته معاه، لاحساسها بيه، لوقفتها جنبه، لتعاملها معاه، لانها بتشيله، لانها بتستحمله، لحاجات كتير قوي. وده كان الكلام اللي قاله علي معلول على زوجته. كمان عندنا حسين الشحات صاحب الهدف الثاني، الهدف العالمي الرائع. دايما بنشوف حسين الشحات وهو بيكرم مراته ووالدته بكلمات الشكر والامتنان بعد اي مباراه، زي ما بنشوف كده دايما بيتكلم عنهم حلو قوي، ودايما بيعتبرهم وش السعاده عليه، وهم سر تالقه. وبنشوفهم الحقيقه كمان بيحضروا معاه دايما وبيشاركوه دايما في كل مباراه مهمه بيلعبها. شفنا كمان قبل كده بوست ليه كان بيقول فيه شكرا انكم في حياتي، وربنا يخليك ليا يا ماما، وربنا يخليك ليا يا ام الغوالي، ربنا يخليكم ليا يا احمد انت واسر وتيم. واكيد ام الغوالي دي يقصد بيها مراته اللي هي مامة اولاده، يعني التلات اولاد الجمال اللي ربنا رزقه بيهم، ربنا يخليهم له يا رب. وفي بوست تاني برضو كان بيقول فيه العيلة جزء كبير من حياتنا، ربنا يخليكم ليا ويحفظكم يا رب يا اغلى الناس، ويرحمك يا بابا يا رب. ده كان بوست من بوستات اللاعب حسين الشحات. وبرده كمان حاجه انا دايما يعني فاكراها من فترات قريبه، دي كان اللاعب حسين الشحات كان المفروض يعني العقد بتاعه، انا انتوا عارفين احنا ستات مالناش في الكوره قوي، بس اللي انا عارفاه يعني انه كان المفروض ان هو يجدد عقده مع الاهلي، وكان في لسه شويه كلام والدته قالت له امتي مع الاهلي يا شحات، الاهلي بيتنا، الاهلي مكاننا، الاهلي المكان اللي انت اتربيت فيه ونجحت فيه، فامضي مع الاهلي. فكان ليها برضو الفضل في انها تاكد عليه خطواته وتاكد عليه استمراره وبقائه في النادي الاهلي، ودي كانت والده حسين الشحات. الحقيقه اكتر من مره بيتكلم عليهم وقد ايه هم بيدعموه وبيساندوه ودايما كده معاهم، ودايما هو كمان بيشيد بيهم. كمان علق قبل كده وقال طموحي مع هذا الكيان لن يتوقف، شكرا امي الغاليه ورحم الله ابي، شكرا زوجتي الغاليه واولادي واخواتي وكل من كان بجواري وسيظل دائما. نيجي بقى لوالده امام عاشور او مامه امام عاشور صاحب الهدف الثالث. مامة امام عاشور كانت قالت قبل كده في لقاء تلفزيوني ليها ان هي مش بتقدر انها تتفرج عليه وهو بيلعب، انها اعصابها بتتعب وبتخاف عليه جدا، لو وقع، لو حد خبطه. طبعا عارفين لعب الكوره ساعات بيقعوا، ساعات بيدخلوا كده في بعض، الحاجات اللي زي دي بيحصل اصابات،
الام مش قادره تشوف ابنها وهو بيلعب وان هو ممكن يتعرض لحاجه من دي، انما بين الشوطين بتقول بحب اشوف التعليقات اللي بيقولوها على الماتش وعلى امام. هو عارف اني بتعب وقلبي بياكلني عليه، وبقعد في الاوضه اقرا قران وبدخل في حاله بكاء شديد لحد لما يرجع بالسلامه. ابوه هو المشجع الاول ليه، وبطلب منه دايما، بيطلب منه دايما انه يذاكر ويجتهد ويعمل اللي عليه. الام دايما بتطلب منه انه يذاكر ويجتهد ويعمل اللي عليه، الى جانب طبعا مشواره في كره القدم. اخواته بيحبوا الكره من صغرهم وهو موهوب من طفولته. ده كان كلام والده امام عاشور. الستات في حياة الإنسان يا جماعة، دور الست الكويسة، الست الأصيلة، الست اللي الجدعة اللي بتقف اللي بتسد، دي في حياة الراجل دور يعني لا يقدر بثمن ولا بكلام. ولما تشوفوا أمثلة رائعة زي أمثلة اللعيبة الناجحين الشاطرين اللي مكسرين الدنيا، إمام عاشور وحسين الشحات وعلي معلول وغيرهم كتير، وهم بيتكلموا عن زوجاتهم أو عن أمهاتهم، بيتكلموا عن دورهم في حياتهم، تعرفوا قد إيه إنه فعلا فعلا طول ما بتقدر الست وطول ما أنت عارف قيمتها كويس وعارف دورها في حياتك كويس، طول ما هي هتديلك أكتر وأكتر، وهتقدر هي تدفعك لقدام لمشوار نجاحك أكتر وأكتر. طبعا الأم كده كده بتبقى عايزة ابنها دايما أحسن منها وأحسن حد في الكون، إنما الزوجة، وبتكلم هنا بقى عن مثلا كمان زوجة علي معلول، زوجة حسين الشحات. حسين الشحات على فكرة ما بيجيبش جون لما بيبوس الدبلة تقريبا يعني، دايما بيعمل الحركة دي، الفوز لازم بيبوس الدبلة بتاعته. شفناها في لعيبة كتير قوي، لعيبه كتير قوي لما بتنجح، لما بتجيب هدف، لما بيعملوا اسيست في هجمه حلوه بتاع يبوس الدبله. فده معناه ان الست ليها دور، وهو عايز يشكرها قدام كل الجماهير دي، كل الجماهير اللي منهم ممكن ناس تبقى دماغها كوره بس، دماغها يقول لك يا عم بلا جواز بلا بتاع، يا عم ده دي خانقه، يا عم مش عارف ايه. لا، الرساله دي رسالة بتبقى للست اللي في حياته انه مشكورها قدام العالم كله، فبتبقى رسالة للناس اللي موجودة كلها، للي بيشوف الماتش وللي بيتابع الماتش حتى في البيت، لكل متابعين الكورة، انك تعرف قيمة الست اللي في حياتك، سواء ام، زوجة، حتى لو اختك الكبيرة، اختك اللي بترعيك، ايا كانت. مستحيل تشوفوا راجل ناجح في اي مجال غير لما هتلاقوا دايما في ست وراه، في ست في ظهره، في ست بتدعمه، في ست واقفة معاه. هو ده اللي أنا دايما بصراحة عايزة أأكد عليه، إنه مهما الابن كبر أمه بتفضل سنده، مهما الزوج نجح مراته وأمه بيفضلوا سنده، والأخت كمان على فكرة. أنا عايزة أحط الأخت معاهم، لأن في أخوات كتير قوي قوي مش أختنا اللي هي اللي تتغل من مراتي والكلام ده، لا، في أخوات فعلا بيبقوا زي الأمهات. لكل أم ربت ابنها وكبرته على الصح وصنعت منه بطل، مفيش شكر يوفي تعبك ولا حقك ولا مجهودك. بس بصراحة ربنا يفرح كل أم بأولادها، وربنا يفرح كل زوجة بزوجها الكويس الطيب الصالح، ويكون إنسان كويس معاها وفي عمله كمان. عايزة بقى أتكلم معاكم دلوقتي، طبعا مليون مبروك للأهلي اكيد، وشيء جميل جدا جدا، فرح فعلا مصريين كتير قوي، وبنتمنى دايما الفوز لكل الفرق المصريه، وهارد لك لنادي الاتحاد السعودي. دلوقتي عايز اتكلم معاكم في موضوع يخص المخطوبين اللي هيخطب بقى قريب، او اللي خاطب اوريدي او مخطوبه اوريدي. ركزوا بقى معايا دلوقتي ليه، لانه في اللي هنقوله دلوقتي في مشروع مهم، مشروع قانون في الأحوال الشخصية الجديد، بيهتم بتنظيم العلاقة بين الراجل والست، بيحاول يبعد أي ضرر ممكن يحصل لحد فيهم، خاصة حاجة بتتعلق بحقوق الراجل والست خلال فترة الخطوبة، وفي حالة طبعا فسخ الخطوبة لا قدر الله. في حالة فسخ الخطوبة نقدر بقى نرجع للاتفاقات المسبقة ما بين الطرفين. في إطار المشروع اللي مقدماه النائبة نشوى ديب، وطبعا وستين عضو آخر حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضحت النائبة أنه بيهدف لتنظيم العلاقة بين الرجل والست لو حصل ضرر لأحد الطرفين.
وحقوق الخطوبة بين الرجل والست سواء في أي حاجة خاصة بالمهر واسترداده في حالة فسخ الخطوبة أو تقديم الشبكة والهدايا. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بيتضمن عدد من الحقوق للمخطوبة في حالة فسخ خطوبتها. أول حاجة، مش من حق الطرف اللي رافض إنه يكمل في العلاقة إنه يطالب بالهدايا أو الشبكة. اللي عايز يبعد، اللي عايز يفسخ، مش بياخد لا الهدايا ولا الشبكة، هو اللي سايب. لو كان في إمكانية الخاطب إنه يسترد ما أهداه لو كان لسه موجود، ولو مش موجود فممكن يسترد قيمته. يعني إيه؟ دلوقتي الطرف اللي عايز يسيب هي الست مش الراجل، هي الخطيبة مش الخطيب. إذن كده الخاطب أو الراجل ليه الحق إنه يسترد الهدايا اللي جابها أو الشبكة اللي قدمها. فلو الهدايا اتبددت أو باظت أو حصل فيها أي حاجة، الخاطب يسترد قيمة الهدايا دي، هو ده اللي المفروض. وطبعا الشبكة لو الشبكة كان يعني اتحط يعني اتقدمت في الخطوبة. لو انتهت الخطوبة بسبب الطرفين الاتنين، هما الاتنين متفقين ان هما ما يكملوش مع بعض، فالشبكة بتتقسم ما بين الاتنين. لو لا قدر الله انتهت الخطوبة بوفاة احد الطرفين، لا قدر الله لا قدر الله، او بسبب مش في ايد احد من الطرفين، مفيش حاجة بتسترد من الهدايا، لا يسترد شيئا من الهدايا، ولكن بتتقسم الشبكة بين ورثة الطرف المتوفي والطرف التاني. خلينا برضو نقول ان القانون يعني بعض الناس مش بتلتزم بيه قوي ومش بتطبقه قوي. في ناس بتحاول انها تشوف حيلة انها تهرب من الموضوع. يعني ممكن مثلا واحد راح تقدم لواحدة يرفض ان هو يجيب لها الشبكة على اساس انه هيقدم لها الشبكة في كتب الكتاب، لكن طبعا لازم العروسة تبقى موافقة على الموضوع ده، تبقى موافقة انها تتنازل عن انه العريس يقدم لها الشبكة يوم الخطوبة. واعتقد ان ده ما بيبقاش سهل قوي، لانه اي بنت بتبقى عايزه تفرح، بتبقى عايزه عريسها يلبسها شبكتها يوم الخطوبه وتتبسط وتتصور واصحابها يشوفوا الشبكه والحاجات الجميله دي. عامه بعيدا عن القانون يعني، وبعيدا عن اي حاجه، في حاجه اسمها نهايات اخلاق. ده اللي احنا دايما في انسي بنحاول احنا نتكلم معاكم فيه، ان النهايات اخلاق. ما بقاش لينا غرض في بعض، ما بقاش في نصيب، مش حاسين ان احنا هينفع نكمل مع بعض او حياتنا مع بعض لو اتجوزنا مش هتبقى حلوة، فخلاص خلاص يا جماعة، ما حصلش نصيب. مش لازم نبهدل بعض، ومش لازم نقعد نتخانق مع بعض. وانا جبتلك، فاكرين من كام شهر لما اتكلمت معاكم عن الراجل اللي عمل ورقة فلوسكاب وكاتب فيها انه دخل ببرتقان وجاب مش عارف ايه كيس فاكهة ومش مش عاي... لا تكن هذا الشخص، لا تكن هذا الشخص. ده شخص يعني ده جاي من الفضاء، ما شفناش كده بصراحه. نهايه اخلاق، دخلنا بيوت الناس، لو هنفسخ يبقى نخرج منها باحترام زي ما دخلنا باحترام، وحاطين وشنا في الارض ومكسوفين وعاملين نفسنا يعني حمره الخجل والكلام ده، واحنا خارجين بنبقى بنفس الطريقه بنفس الادب والاحترام. اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل، ادام اخترنا دلوقتي ان ده مش هينفع يبقى اكيد اللي جاي هيكون افضل للطرفين. فنصيحه بجد، ما تعذبوش بعض، انهوا الموضوع بشكل كويس بشكل محترم. الموضوع فيه ناس كبار، ما ينفعش ان احنا نبهدل نفسنا ونبهدل اهالينا معانا، سواء راجل او ست. انا كلامي ليكي وليه باحترام. خلاص النصيب انتهى، يبقى خلاص عايزه ترجعي له حاجته علشان هو عشان انت اللي سايبه، ده هو ده اللي المفروض. الاتفاقات اللي ما بينكم هي اللي لازم، يعني في القعده الاولانيه كده بتتفقوا على حاجه هي اللي بترجعوا لها لو حصل لا قدر الله فسخ في الخطوبه. وده كان موضوع المخطوبين اللي انا كنت عايزاكم تركزوا معايا فيه، اللي داخلين على خطوبه او يلي مخطوبين دلوقتي. الموضوع بقى اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه دلوقتي موضوع جميل برضو مليء بالامل كده والتفاؤل. ستات قدروا يثبتوا للعالم من خلال نجاحهم في عالم المال والأعمال والفن، برغم طبعا صغر سنهم، إن هم ياخدوا لقب أصغر الأعضاء سنا في قائمة فوربس لسنة 2023 لأغنى الستات في أمريكا، من سيدات أعمال، مديرات تنفيذيات، فنانات، كلهم قدروا إن هم يوصلوا أو يوصلوا حساباتهم البنكية لملايين قبل ما يوصلوا لسن الأربعين. أول واحدة معانا كايلي جينر. كايلي جينر عارفينها طبعا أخت كيم كارداشيان. كايلي عندها 25 سنة
وبتعتبر أصغر شخص في قائمة فوربس للسنة الستة على التوالي، بقى لها 6 سنين بتاخد المركز ده، وخدت قبل كده المركز الأول كرائدة أعمال مستحضرات التجميل. وهي طبعا نجم التلفزيون الواقع الأمريكية، وعلى الرغم من أن لسه سنها صغير إلا أنها قدرت تحتل المرتبة 38 في السنة دي بقيمة تقدر 680 مليون دولار. كمان عندنا تايلور سويفت، المغنية العالمية تايلور سويفت، طبعا ناس كتير جدا تعرفها، عندها 33 سنة وثروتها بتقدر ب 740 مليون دولار. خلال الفترة الأخيرة كمان ارتفع صافي ثروتها بمقدار 170 مليون دولار بعد إصدار ألبومها الجديد ميد نايتس خلال شهر أكتوبر لسنة 2022. كمان عندنا لوسي جو، لوسي جو هي عندها 28 سنة وثروتها حوالي 360 مليون دولار، وبيعتبر الجزء الأكبر من أملاكها 6% من إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي اللي طبعا بتقدر فورس قيمتها بأقل يعني بأقل مقدار التلت اللي كانت عليه قبل سنة. ويتني وولف هيرد، ويتني عندها 33 سنة برضو، هي ملكة أحد تطبيقات المواعدة الشهيرة طبعا في أمريكا، وبتبلغ قيمة ثروتها 510 مليون دولار صافي، على الرغم من خسارة تطبيقها حوالي 230 مليون دولار في السنة اللي فاتت، إلا إنها لسه بتحتفظ بمكانتها في قائمة أغنى الستات في أمريكا. وكمان المغنية العالمية ريهانا، ريهانا عندها 35 سنة وثروتها وصلت لمليار دولار من خلال أعمالها المختلفة في مجال بقى الغناء وكمان مجال مستحضرات التجميل. نماذج حلوة جدا بتدينا أمل بجد، على فكرة كل بنت وست تقدر إنها تحقق حلمها، بس لازم تتعب وتكون عندها إيمان بحلمها ده وبشغلها ده وإنها أكيد هتوصل. طبعا احنا دايما الحقيقه بنحب ان احنا نشارككم النماذج الايجابيه علشان نقول لكل ست وبنت كملي ورا حلمك وما تخليش حاجه توقفك. وعلى فكره النماذج العالميه الناجحه مش بس العالميه او مش بس دول اللي احنا بنتكلم عنهم، احنا بيكون عندنا في انتي نماذج والله انا بشوفهم ماشيين على خطى النماذج اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. بنات لسه صغيرين في السن بيبداوا بروجكتس بتاعتهم او بيبداوا مشاريعهم من وهم صغيرين، بيعملوا حاجات حلوه قوي قوي وحاجات مدروسه، وحاجات لو هم بيعملوا منتجات بتنافس المنتج العالمي، لو هم بيشتغلوا شغلانات فهم بيشتغلوا شغلانات بقدرات هايله جدا جدا. فبصراحه احنا كمان عندنا في انتي بنشوف ستات مصريات وبنات مصريات جامدين ما شاء الله، عايز مش هينفع اقول عليهم غير كده، لا برافو عليهم جدا، ماشيين في طريق كويس ودايما بنتمنى لهم ان هم يكملوا في الطريق ده لحد ما يوصلوا لاعلى حاجه نفسهم يوصلوا لها. ده كان كلامنا مع البنات وعن البنات. كلام بقى اللي مش هنمل ولا هننسى اننا نقوله، مش هنمل ولا هننسى، وكل مرة هفكركم وهفكر نفسي بالقضية الفلسطينية، اخواتنا اللي بيموتوا كل يوم، بالعذاب اللي بيحصل للأمهات والأطفال والكبار، قصف وحشي مستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيوت غزة، الشوارع العراء بقى ملجأ وحيد لأهالي القطاع المكلوم. للأسف معظم المدارس اتدمرت، المستشفيات اتدمرت، البيوت تعرفين طبعا أول حاجة اتدمرت، غارات مستمرة على الوحدات السكنية في كل مناطق غزة وعلى الأماكن اللي بيلجأ ليها الفلسطينيين. شفنا مشهد لبنت اسمها نور، شابة فلسطينية وثقت حياتها الجديدة في الخيام بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبيتها، وعملت جولة كده في الخيمة. خلينا نروح نشوف ونرجع. مرحبا، اليوم يا جماعة صار عندنا بيت جديد، واليوم حاب أعرفكم على بيتنا الجديد. تعالوا فرجيكم كيف بنفتح. طبعا طبعا هذا هو بيتنا الجديد، هذا مكان نومنا، وهذه الشغلات اللي احنا بننام عليها.
بمنطقتنا كمان عندنا جيران كثير، مش بس لحالنا، هان في جيران، هان في جيران، هان في جيران، هان في جيران. ولما بدنا نعمل إشي بنعمله على النار، وبنستخدم هذا الاختراع اللي اسمه التنك عشان نعمل الإشي اللي بدنا نعمله. امبارح بالليل كثير خيام غرقت من المطر، ومنهم هذه الخيمة، فاضطرينا نعمل ساتر رملي عشان نمنع دخول المية على الخيم. لما بدنا نروح الحمام بنروح من آخر المنطقة هناك، وبنيجي بنيجي بنيجي هيك لآخر المنطقة هناك. ودائما بتشوفوا قصة نور وهي بتساعد الناس. اليوم شفت قصة نور وهي أحد الناس في مخيمات والله انا مش عارفه لامتى، لامتى هنفضل نحاسبن على الجيش الاسرائيلي، ولامتى هنفضل يعني غضبانين كده، لامتى هيفضل الحال كده، لامتى هيفضل الفلسطينيين بيعانوا بالطريقه دي. موضوع صعب. جوله جوه خيمه، بنت شابه ظهر عليها طبعا يعني سبحان الله، يعني برضو في يعني زي ما احنا شايفين كده الوضع حواليها عامل ازاي، برضو البنت ما تحسش انها نقمة على اللي هي فيه، راضية برضو. حياة صعبة جدا ظهرت في الخيمة اللي احنا عملنا فيها الجولة دي، او خلتنا نعمل معاها الجولة فيها عن طريق الفيديو اللي هي مصورة. حياة صعبة ما فيهاش اي نوع من انواع الراحة، ما فيهاش اي نوع من انواع الانسانية. فرش بسيط جدا موجود في الخيمة، واكيد طبعا ما فيش دفاية، اكيد طبعا ما فيش دفا، ما فيش مصدر للدفا اصلا، او مكان يقدروا يقعدوا فيه، خاصة في الجو التلج ده الصعب جدا ده. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه يعرفوا يعملوها. نور قالت انه كل جيرانها من النازحين قرروا ان هم يعملوا من الخيم دي بيوت جديده ليهم عشان تحميهم من الامطار، من الامطار بس. يعني هم يعني حتى يعني هم خلاص فقدوا الامل في فكره حاجه تحميهم من القصف، هم بس عايزين يعني ايه، يعني يلحقوا نفسهم اي حاجه من المطر. طبعا برضو الموضوع ده ما كانش كافي. الخيم من امتى الخيم بتحمي من المطر؟ يعني في اطفال كتير اتصابت بنزلات برد وتعرضت لامراض موسميه طبعا بسبب الطقس القارس جدا اللي موجود هناك. وشفنا الحاجه اللي هم بيطبخوا فيها، هي بتقول انها كنكه. احنا عندنا عارفين احنا الكنكه عندنا في مصر هي كنكه القهوه الصغيره دي اللي شفناه في الفيديو، حاجه عامله زي الصفيحه دي. ايه دي وجايبينها منين وكانت بتاعت ايه؟ واكيد 100% مليار في المية ان ده شيء مش صحي خالص، وان هم يعني ده شيء بشع، ده حاجة صفيح يا جماعة بيطبخوا فيها. منظمة الصحة بتقول انه بقى فيه هناك امراض مستوطنة واوبئة مستوطنة موجودة في المنطقة دي، وده طبيعي لما يبقى فيه هذا العدد من الاموات وكتير قوي 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 مش عارفين يدفنوهم. جثث كتير موجوده تحت الانقاض مش عارفين يشيلوها لحد النهارده، لانه مفيش اي شيء، مفيش اي شيء هناك، مفيش خلاص ما عادش في اي شيء. فهناك للاسف اللي ما ماتش من القصف، اللي ما ماتش من الرصاص هيموت من الجوع، هيموت من المرض، هيموت من الاوبئه، هيموت من الرعب. الاطفال الصغيرين اللي عايشين هذا الرعب وهذا الدمار، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما اعتقدش ان انا بس اللي مش عارفه اقول كومنت على هذا الموضوع، او ان اللي خلص عندي كلام في هذا الموضوع، لانه ولا كلام الدنيا ولا اي حاجه ينفع تكفي او توصف اللي بنشوفه ولا اللي بيعانوه. وهفضل اقول لكم وافكر نفسي برضو، اذكروهم دايما في دعواتكم، في صلواتكم، في كل وقت، في كل وقت. والمهم كمان التبرعات، الدعم، الشير، كل المؤسسات اللي بتدعم فلسطين لسه موجودة ولسه شغالة على قدم وساق. الهلال الأحمر، حياة كريمة، الجمعيات، بنك الطعام، حاجات كتير جدا جدا، حاجات كتير جدا جدا موجودة لدعم فلسطين. فمن فضلكم، من فضلكم ما تنسوش، الله يخليكم طبعا، التحالف الوطني معانا، كل المصريين وكل الجمعيات والتحالفات مع القضية الفلسطينية، وإلى الآن بتدعم القضية الفلسطينية. فمن فضلكم ما تنسوش، كل ما الدنيا يقرص علينا البرد نفتكرهم أكتر وأكتر، نفتكرهم أكتر وأكتر، ونبعت لهم حاجات تنفعهم في البرد الصعب ده.
سواء بقى من الاكل او من الهدوم او انا ما اعرفش ايه، لو الهدوم ينفع بتعدي، الواحد لو عارف يعني ارجوكوا ابعتوا اللي يقدر يبعت حاجات تدفي، ارجوكوا تبعتوا الحاجات دي. لن ننسى ولن يعني لا يعني لن نعتاد المشهد ابدا، لم ولن نعتاد المشهد ابدا الى ان يتحقق النصر باذن الله. والجرائم في فلسطين طايله الكل، حتى زمايلنا الاعلاميين، لان احنا واحنا بنتكلم دلوقتي على فلسطين الموضوع مش بيقصفوا الناس، وكمان دلوقتي بقوا ايه بيختاروا بقى، بيختاروا الناس، بيختاروا الصحفيين والاعلاميين، بيستهدفوهم علشان يمنعوهم ان هم ينشروا الجرائم اللي بتحصل. يعني حاجة صعبة جدا، خبر قطع قلوبنا كلنا، استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني سامر أبو دقة خلال قصف مدرسة في غزة. الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاث أولاد وبنت، كان من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، وكان بيشتغل مصور لصالح قناة الجزيرة الفضائية من سنين طويلة. طبعا مش قادرة أقول لكم حب الناس ليه كان عامل إزاي، شفنا الناس كلها زعلانة عليه قد إيه من قلبها. والحاجة اللي بجد توجع إنه شفنا الصحفي مثلنا النجار منزل على صفحته بوست وكاتب أكشف لكم عن علاقتي القوية مع هذا الرجل الحبيب العزيز على قلبي سامر أبو دقة، كان دائما يهتم في تطوير موهبة ابنه الفنان زين أبو دقة المتواجد مع أشقائه ووالدته في بلجيكا، حتى أنني سأترك لكم هذه الأنشودة التي أصدرها نجله الفنان زين قبل أشهر وكانت إهداء لسامر. مش عاوز أتكلم كتير، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف جزء من الفيديو جزء من الأغنية ونرجع لكم تاني. يا بس قد مشتاق عذبني الفراق، قلبي بعدك ضاق والمر يا بعدك. يا بس قد مشتاق عذبني الفراق، قلبي بعدك ضاق والمر يا بعدك. من سنة زين كان عامل الأغنية دي عشان باباه، عشان واضح إنه كان في ما بينهم فراق عشان السفر، إنما دلوقتي الأغنية دي بقى ليها معنى تاني خالص بالنسبة لزين. ربنا يرحمك يا سامر ويرحم كل شهدائنا ويصبر كل الأهالي اللي في فلسطين على الحياة الصعبة اللي بيعيشوها، ربنا ينصركم جميعا يا رب. كل التعازي لأسرة الزميل الشهيد سامر أبو دقة. حاجة توجع القلب قوي يا جماعة، حاجة توجع القلب قوي قوي. الولد الصغير ده لما بيشوف الأغنية دي دلوقتي حاسس بإيه، ولما فقدوا الأبو. النصر لأهل فلسطين يا رب يا رب. تعالوا أقول لكم عندنا النهاردة، تعالوا النهاردة عندنا فقرة هنتكلم فيها عن المشاعر المختلفة اللي بتحس بيها الستات، إزاي ده بيكون ليه تأثير على جسم الستات وعلى جسمنا وعلى صحتنا وعلى أعصابنا وعلى حاجة كتير. كمان هنعرف إيه هي مشاكل النوم عند الستات وأسبابها، وإزاي نقدر نتخلص من مشاكل النوم. كل ده هنعرفه من دكتور ملك المهدي أخصائي علاج طبيعي لصحة المرأة، واللي هتنورنا النهاردة في استوديو إنتي. كمان هيكون معانا فقرة جميلة بيستناها كل البنات والستات، هنتكلم فيها معاكم عن اللبس الشتوي، إزاي أنسق اللبس الشتوي، الألوان اللي بتليق على بعضها، ترند كمان للشتاء 2024، ازاي كمان نعمل اعادة تدوير للبس اللي موجود عندنا في الدولاب. وهينورنا في الفقرة دي الستايلست رغدة سالم. دلوقتي بقى تعالوا نروح نشوف تقرير عن اكبر معرض للستات اللي عندهم مواهب رائعة، بيعملوا منتجات مصرية مميزة جدا. وتخيلوا أكثر من 150 ست عارضة بتعرض شغلها في المعرض في كل المجالات، أزياء،
حلي، اكسسوارز، اكسسوارات، منتجات عنايه بالبشره والشعر، طبعا منتجات طبيعيه، كل حاجه ممكن تتخيلوها هتلاقوها متجمعه في التجمع الرائع ده. واجمل ما فيه ان كلها بايد الست المصريه 100%. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع نبدا معكم فقرات. I make this shop creative. دي مش مجرد جملة، دي فكرة جمعت أكتر من 450 من الموهوبات أونلاين في مجالات مختلفة، منها الإكسسوارات والملابس وغيرها. ومن هنا جت فكرة المعرض اللي ضم 150 ست منهم على مدار يومين 15 و16 ديسمبر على أرض الواقع، علشان يأكدوا إن ستات مصر بيعملوا منتجات مفيش زيها. هي الموضوع كله ابتدى ان انا نفسي كان عندي مشروع صغير، وكنت شايفه ان التسويق للمشروع الصغير بيبقى صعب جدا، لانك مش بتعرفي توصلي للتارجت اودينس الصح للمنتجات اللي انت بتعمليها. ففكره ابتدت بفيسبوك جروب، قلت نضم عليه الصحاب اللي عندهم مشاريع صغيره ونزود عليه اصحابنا عشان يشوفوا مشاريع بعض. فاكتشفنا ستات كتير جدا بيعملوا حاجات ما كناش نعرف ان الناس بتعملها في مصر، او حاجات بجد كلها ابتكار. المميز النهارده ان احنا ده اكبر بازار لينا لغايه دلوقتي، في 150 عارضه بيعملوا حاجات مش شبه بعض خالص. فهتلاقي اكتر حاجه بتميزنا هي التنوع. اي ماكسس انا كنت بدات معاهم من سنه تقريبا، دخلت معاهم كذا ايفنت. بحب البراند هنا، بحب انها كلها حاجات لوكال بتسبورت البراند لوكال في الاخر، ودي ثالث مره تقريبا اكون مع اي ماكسس. الفكره جت صدفه تماما، يعني انا طول عمري بحب دايما الجولي اللي انا عايز اعملها لنفسي، كنت دايما اروح ورش وبتاع عشان يعملوها لي. وبعدين كان في فتره كده كان في جاب في الشغل، فابتديت اروح الورش اتعلم تعمله ازاي وبتاع وحاجات كده. كانش في بالي بزنس تماما، يعني كنت بعمل ليا لاصحابي للاهل. وبعدين شويه بقى بشويه الناس ابتدوا يشجعوني يلا بينا جربي مش هتخسري حاجه. في الفتره دي طبعا الاونلاين مش اسهل حاجه كشغل، فمعظمنا بيتجه بقى ان هو ترجعي تنزلي بازارات تاني تشوفي كلاينتس محتاجين ايه، الفيدباك بتاع الكلاينتس. القصه دي احنا كلنا اعمارنا مختلفه جدا، باك جراوندز مختلفه جدا، بس هي الحاجه اللي بتجمعنا ان احنا بنحب اللي بنعمله. انا معايا دكتوراه، كانت عنوان الدكتوراه بتاعي ان ايه اللي خلى الستات المصريات يتوجهوا للمشروعات متناهيه الصغر. فطبعا لقيت كميه ستات يفرحوا في مصر، وقد ايه هم مهتمين بالحاجات الهاند ميد، وقد ايه مهتمين بالمشاريع. وانا من زمان بحب الشغل الهاند ميد، ورحت مره فرح جيت دورت على كلاتش علشان البسه، ما لقيتش حاجه شكلها ظريف. فقلت طب ليه ما استغلش الموهبه اللي عندي واعمل حاجات هاند ميد. فسميت المشروع بتاعي مسره، اولا عشان احنا عرب وثقافتنا لازم تمتد لجذورنا العربيه، وغير كده المشروع بتاعي بيديني سرور واحساس بالمسره وانا بعمله. المشروع بتاعي اسمه دكان زهوه، هو براند عباره عن تيبل وير لكل حاجات البيت هاند ميد. فكرتي بدات 2018، كان هدفي كله ان ابقى موجوده في كل بيت مصري وعربي. اول حاجه عملت البيج بتاعتي انا، وابتديت بقى قرايبي اصحابي معارفي الكلام دي كلها. وبعد كده لما جيت دخلت على البيج بتاعت البازار ولقيتهم عاملين لينكس ان ممكن اشارك فيها، مليت الابلكيشنز وقدمت، وهم لما شافوا المنتجات بتاعتي وعجبتهم فبقيت معاهم على طول. هنا شفنا اكسسوارات كرييتيف، وهنا شفنا ملابس حقيقي مميزة، والرابط بين كل ده إنها بإيد ست مصرية وبروح مصرية في فترة الناس بتدور فيها على المنتج المصري عشان تشتريه وتشجع صناعة بلدنا. معظم الأمهات والستات يومهم بيكون دايما مشحون بين البيت والعيال، المدرسة، لو كمان بتشتغل بيبقى الموضوع كبير جدا عليهم. الستات دايما بالها مشغول ومضغوطة نفسيا، دايما عليها مسؤوليات، دايما حاسة ان هي مش مخلصة كل اللي عليها، وراها مهام عايزة تعمل لده ولدي ولده كله. مهم ان الست اثناء كل ده انها تكون
كويسة ونفسيتها كويسة، لأن طول ما النفسية زيرو أو في الأرض هي مش هتقدر تكمل. إحنا شايفينها قدامنا بتتحرك وبتروح وبتيجي، بس أكيد هيجي عليها لحظة مش تقع خالص. في تحديات نفسية كتير الست بتقابلها في حياتها، وإحنا النهاردة معانا دكتور ملك المهدي، أخصائي علاج طبيعي لصحة المرأة، عشان تقول لنا إزاي نحسن من نفسيتنا ونكون أفضل، ونقدر إن إحنا نعمل ريتشارش كده لنفسنا عشان نعرف نقف على رجلينا ونكمل. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، منوراني يا دكتور ملك. أهلا بيك. في البداية عايز أسأل سؤال، أول حاجة خالص، هل المشاعر اللي بتحس بيها الست، حزن، سعادة، حيرة، تفكير كتير، الحاجات دي بتأثر على الست وبتأثر على حالتها الجسمانية؟ أكيد طبعا. إحنا المشاعر هي عبارة عن إن دي معلومات جاية من العالم اللي حواليا وبتدخل جوه الجسم وتأثر عليها. فالجسم عنده مشاعر جسدية وعنده مشاعر نفسية، وفي موصلات عصبية للمخ، وبالتالي هو بيدي الرياكشن للحاجة اللي داخلين. المشاعر الجسدية زي ان انا بحس ببرد، بحس بحر، بحس بسخونية، برد، يعني انا لو ماسكة كوباية نسكافيه دلوقتي وسخنة قوي، لو انا مش حاسة ده يبقى انا ايدي هتتحرق. فالاحساس ده، السخونية دي بالموصلات العصبية بتروح المخ، فالمخ بيبعت لايدي يقول لها ابعدي علشان خاطر ما تتأذيش. نفس الحكاية، المشاعر النفسية موجودة عندنا برضو، بس ما حدش علمها لنا. يعني احنا الأجيال اللي احنا فيها دي عمرنا ما حد قال لنا تعلموا يعني ايه تقولي انا حزينة، انا تعبانة، انا اتخزلت، انا سعيدة، انا ما فيش. يمكن الأطفال دلوقتي بدأوا في الحضانات والمدارس يمارسوا معهم الموضوع ده. فكتمان المشاعر جوانا ده غلط. عندنا أنواع كتير جدا من المشاعر. المشاعر بتفرز كيمستري معينة، مواد كيميائية معينة في الجسم بتغير في الهرمونات. وتخيلي كده انت اي مرض بتسمعيه عن اي ست عندها تكيس مبايض، عندها غدة، عندها تأخر حمل، عندها اي حاجة، دايما يقولك ايه الهرمونات بتاعتك ملخبطة. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الكيمستري بتاعت الجسم اتلخبطت فكونت الهرمونات اللي ملخبطة دي. لان احنا عندنا في الجسم جهاز سمبثاوي وباراسمبثاوي. السمبثاوي ده بتاع الكورتيزول، اللي هو انا ابقى دايما متحفزة، دايما اي حد داخل عليا يحارب او كده انا واقفاله، فالدم هربان كله للايد والرجل. لكن الباراسمبثاوي اللي هو بتاع الريست والهضم دايجست وكده، في الراحة والرخاء بالظبط. الاثنين بيشتغلوا انبالانس، ربنا سبحانه وتعالى يعني عامل الاثنين انبالانس. بس احنا طول ما احنا ستريسد وطول ما احنا بنستقبل المشاعر دي بشكل معين، فبتقلب ان انا ببقى دايما في الجهاز السمبثاوي هو اللي شغال، فضربات قلبي زايده على طول، متحفزه على طول، متوتره على طول كده. انا كنت هسالك يعني لو واحده مش حاسه بالامان في حياتها، فاقده الامان في حياتها، تفضل بقى يعني حاسه احساس الخوف ده لدرجه انه في وقت من الاوقات ممكن تقع، ممكن تنهار، بسبب انه يعني ما كانش عندها اي سبب طبي، ما كانش عندها اي حاجه تانية، بس هي من جواها دايما حاسه بالخوف، دايما حاسه بعدم الامان، ده ممكن ياثر على درجه انها يعني تنهار؟ طبعا. يعني هم اخترعوا علم الميتا هيلث ده لان هم لقوا ان يعني الدكتور اللي اخترعه ابنه اتوفى، اتقتل قدامه في 1970، فهو ومراته اتصابوا بكانسر في الأعضاء التناسلية. فبدأ الدكتور ده ورا الأبحاث ورا الناس لقى أن المشاعر هي أكتر حاجة بتأثر على الجسم. ليه؟ لأن بس على حسب أنت استقبالك للمشاعر دي إيه؟ يعني أنا وإنتي دلوقتي في الشغل وإدونا بروجكت، إدونا مشروع معين، خلاص؟ المشروع ده كبير، فانتي قلتي ايه ده، الله، ده انا هشتغل فيه، ده هبذل فيه مجهود عشان اترقى ومش عارفه ايه، فانتي خدتيه بفرح وسعاده. انا اخدته بخوف. ايه ده انا خايفه من المشروع ده، ده هيوقعني، ده ممكن يمشوني من الشغل او كده. هو نفس الموقف انا وانتي تعرضنا له، بس مستقبلات مختلفة عن مستقبلات، فبالتالي الكيمياء اللي اتلخبطت في جسمي غير اللي اتعملت في جسمي. فراحت اتحوشت في مناطق في الجسم فبتسبب أمراض. يعني احنا لو شفنا كلمة مشاعر بالإنجليش هنلاقيها يعني emotions. يعني exo جاي حاجة جاية من الخارج، motion يعني حركة. فأنا
فكره جات لي من الخارج اتحركت في الجسم وعملت لخبطه في الكيمياء اللي موجوده في الجسم. فالمشاعر مهم جدا طريقه استقبالي ليها. والجسم دايما ربنا سبحانه وتعالى عامله بيقدر يشفي نفسه بنفسه، ربنا خلق الداء والدواء جوانا، بس احنا ما اتعلمناش ان احنا نعالج نفسنا بنفسنا. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل، الجسم عنده ذكاء انه يبعت لك رساله. ان ذا فورم اوف الم. في شكل الم، على هيئه الم. بالظبط، انا جالي وجع. اتوجعت، اتألمت، بس انا بعمل ايه؟ بروح اخد مسكن واوقف الالم. جالي تاني، بروح اخد مسكن واوقف الالم. وهكذا وهكذا لحد ما الألم ده يتفاقم ويبقى مرض، واجري بقى ساعتها على الدكتور واقول ايه ده، ازاي حصل فجأة؟ لا، هو ما حصلش فجأة. هو الجسم المرض ما هو الا رسالة من جواكي لروحك بتقولك كفاية المشاعر دي، ستوب المشاعر دي. فانا لازم اقف مع نفسي اشوف الألم ده جاي يقول لي رسالة ايه، عايز يقول لي ايه، انا حاسه بايه دلوقتي، او انا تعرضت لايه فسبب لي الالم ده. فلازم اقف مع نفسي واقفه وابتدي اتخلص من المشاعر دي، لان كل جزء في الجسم ليه وظيفه معينه. فانا دلوقتي مثلا المعده بتفرز بروتينات، والبروتينات على شكل انزيمات عشان تهضم وعشان كده. فالجينات اللي موجوده في المعده دي لو انا دخلت لها مشاعر سلبيه هتروح عند المعده، وبدل ما بتعمل بروتينات صحيه بتعمل بروتينات سلبيه مره عن مره عن مره عن مره، فبتتقلب لامراض. نفس الحكايه كل الجسم. طب يعني ايه مره عن مره عن مره عن مره؟ يعني أنا هل لازم أتعرض للموقف ده مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ لا. مال. أنا ممكن أتعرض للموقف ده من مرة واحدة بس خدته عليا قوي وخزنت المشاعر جواي، فبيروح يتخزن في العقل اللاواعي وبيفضل موجود. الفكرة دي أو الصورة اللي أنا خدتها في العقل اللاواعي بتطلقت كأنك بتلقطيها بكاميرا بألوانها، بشكلها، بالناس اللي موجودة، بريحتها، بمشاعرها. حتى لو في وقت الموقف ده كان في ريحة مميزة في المكان، كل لما شمها تاني ترجع لي الصورة من الأول وجديد. زي مثلا لما ريحة معينة في بيت جدتك أو حاجة، لما بتشميها بتفتكري الذكريات دي. برجع قاعدة عندها في الأوضة بتاعت القعيد ونتفرج على الحاجات دي. والصورة والألوان بتحفز ده. فأنا لما أبقى ماشية في مكان زي ما قلتي وأشم الريحة دي هبيعمل ريكولينج للعقل اللاواعي للمشاعر دي، فبيبتدي يفرز تاني نفس الهرمونات. لما اشوف مشهد في مسلسل او فيلم برضو بيعمل تاني ريكولينج للصدمه اللي انا تعرضت ليه. لما اسمع واحده صاحبتي بتشتكي لي معرفش من ايه، ودي اصلا كانت مقصره، برضو بتعمل ريكولينج تاني. عشان كده لما بنتفرج على افلام او بنسمع اغاني او بسمع صاحبتي بتشتكي لي لازم افصل عن ده. الافلام والاغاني اكتر حاجه بتدخل على العقل اللاواعي دايركت، والعقل اللاواعي هو متحكم في 90% مني. انا ممكن اكون حاسه ان انا لا مش متاثره خالص، انا صاحبتي بتحكي لي قصتها ومأساتها ومش عارفه ايه، انا مش متاثره. بس هتاخدي بالك من حاجه، ان في ناس كتير بتعمل الموضوع ده وهي واقفه مثلا تطبخ او حاجه، بيجي لها القصه بتاعت صاحبتها دي. طب هي عملت ايه؟ طب انا لو مكانها ده انا كنت عملت وانا مش. طب انت حطيتي نفسك تبدا تفتكر تكرر بقى ردود او تحاول تطلع. بالظبط، انت عشتي مشاعرها. برمجتي عقلك اللاواعي على المشكلة دي. العقل اللاواعي احنا اللي بنبرمجه وهو مجرد منفذ لكل اللي انا ببرمجه له. فعشان كده مشاعر صاحبتي قصتها مأساتها بتاعتها، دوري مش ان انا اتخلى عنها، لا طبعا، ان انا اقف في ظهرها. بس انا لو تعاطفت معاها وعيطت معاها وعشت المأساة انا هبقى صديقة، مش هعرف ابقى صديقة، انا عايشة معاها دور. جايباني عشان الحقها كده، مش هعرف الحقها. لكن انا لازم ابقى واقفة معاها واقول لها ايه الصح، وابقى شايفة انا الصورة من بره وانصحها عشان اعمل ده، وعشان ما اذيش جسمي بفصل نفسي عن قصتها. دايما اقول لنفسي انا بسمع قصتك، بس دي قصتك انتي، دي حكايتك انتي، ده بلائك انتي، دي امتحانك في الحياة. انا ليا قصة تانية وبلاء تاني وامتحان تاني بعيد عنك. فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد
مقدرته، وبعدين بيهيئك اصلا لكده. يعني انت لو شفتي قضيه فلسطين وشفتي هم بيقاسوا ازاي وازاي واقفين وصامدين، انت بتقولي الله. ازاي سبحان الله، ازاي ده انا لو مكانهم كنت انهارت من اول لحظه، يمكن اكتر فعلا، محدش قادر يتخيل ازاي. بس سبحان الله، بصي الاطفال هم متربيين على كده، متربيين على القضيه دي، فهم مهيئين للي هم فيه طبعا، يعني ربنا معاهم قلبا وقالبا. أكيد يعني اكيد، وده ما يعنيش ان ده شيء طبيعي، ان هم حتى لو هم مهيئين هو ده مش شيء طبيعي طبعا، ده اللي يحصل فيه. طب انا عايز اسال على حاجه، واحنا دلوقتي مع بعض بنتكلم وفي ناس كمان بتتفرج علينا ويمكن يكونوا بيسمعوا الكلام ده لاول مره او بيعرفوا المعلومات دي لاول مره، هل في طريقه اقدر فيها اتخلص من الصور اللي موجوده في عقلي اللاواعي واللي طبعت، الصور الوحشه او الصور المرهونه بذكريات صعبه او ذكريات مؤلمه، اقدر اتخلص منها ازاي؟ ولو تخلصت منها هل جسمي هيرجع احسن؟ هل يعني هلحق نفسي ان انا يجي لي مثلا مرض مش كويس او حاجه زي كده، ولا خلاص بقى انا كده الصوره طبعت وانا قاعده معاها بقالي كام سنه فخلاص انا يعني؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء خلق الدواء طبعا، ومع كل بلاء بيجي لك سواء مرض او مشكله هو قال لك في القران الكريم ان مع العسر يسر، ما قالكيش بعد العسر في يسر، قالك ان مع العسر يسر، يبقى هما موازيين لبعض. فانا كل اللي عليا ان انا لما يجي لي صدمه او بلاء اول حاجه لازم اتقبل، اتقبل الصدمه اللي حصلت، اتقبل الشعور اللي حصل ده، لان عدم التقبل بيزود الموضوع، لكن استقبالك ليه وان انا متقبلاه ده بيهدي الموضوع. وابتدي افتح عيني ادور على اليسر اللي موجود مع القصه اللي جايه لي. مفيش حد بقى فوق قوي الا لما لو سالتيه عن تاريخ حياته هو وقع كتير طبعا، بس الصح ان انت لما تقعي تاخدي اليسر وتقعي في حاجه تانية، ما تكرريش بقى نفس الوقعه. صح، فنتعلم من كل وقعه ونشوف اليسر اللي فيها. يبقى اول حاجه انا تقبلت تمام خلاص تقبل. تاني حاجة بقول لجسمي ان انا بحبك وطبطب عليه، اي حتة مريضة في الجسم ايدي ربنا سبحانه وتعالى عامل فيها معجزة، مديها شفاء في ايدي. أيوة صح. فانا مجرد لما احطها على المنطقة اللي بتوجع وافضل اقول ان انا متقبلة المشاعر، بخلي المشاعر تاخد وقتها وتروح مجرد بس كده، او اقول مثلا اسماء من اسماء الله ممكن اقول الحمد لله رب العالمين او بسم الله الشفي المعافي او كده بالظبط. قرآن اي صح حاجة مريحاكي قوليها على دي وشوفي قد ايه الخلايا هتتغير تحت ايدك، والخلية دي فعلا هتبقى متغيرة ازاي. في ناس دكاترة كتير قالوا لهم انتوا مش هتمشوا تاني، انتوا مثلا مش هتحملي تاني، انا يعني عشان في صحة المرأة فتعاملت مع بنات قالوا لهم نو واي تحملوا، وسبحان الله مع معالجة المشاعر والصدمات اللي جواهم بدأوا ان هم يحملوا، او لو عملوا حتى حقن مجاري بينجح. فدي مهمة جدا، الجسم لازم بيحمي نفسه. يعني انت مثلا عندك لو واحدة اتعرضت لتحرش بتقابل البنت دي، ودايما هتسمعيها كتير في البرامج ان هي حياتها الزوجيه في الاول بتبقى صعبه جدا ان اي حد يقرب منها. ليه؟ لان الجسم بيعمل ريكولينج للمشهد ده، فبتمنع اي ديفنس، دايما عامله حائط ما بينها نفسه وما بين اي حد خلاص ان انا بحمي نفسي. فده بتعالجيه ان انت بتتقبلي اللي انت عشتيه، بتتقبلي المشاعر بتاعتك اللي عشتيها في الوقت ده. وبعدين تعملي بريثنج اكسرسايز، تمرين التنفس. تمرين التنفس، كل خليه في جسمي بتعيشه على الاكسجين. فانا وانا بتنفس بنوي ان انا اودي احيي كل منطقه عيانه، كل منطقه محتاجه اكسجين بنوي ان هي يروح لها اكبر كم من الاكسجين اللي انا بتنفسه. فالنفس الصح ده بقى عباره عن ايه؟ تاخدي نفس جامد من مناخيرك وتنفخي بطنك زي البالونه وجنابك بتطلع. وبعدين تطلعيه من بقك بالراحه وقت اطول من اللي خدتيه. ليه؟ لان الوقت الاطول اللي بتطلعيه فيه ده بيشغل الجهاز الباراسمباثاوي اللي هو بتاع الريست اند دايجست.
ده اللي بيخلي كل الدم يبقى موجود في كل منطقة في الجسم، ده اللي بيخلي الأكسجين بيروح يغذي كل عضو موجود في الجسم. فأنا مثلا لو عندي مشكلة في الرحم ما بخلفش، عندي ألم أثناء الدورة الشهرية، عندي تخن. التخن برضو أنت كنت سألتي على الأمان، سبب من أسباب شعور بعدم الأمان هو التخن، إن هو بيؤدي لسمنة. البنت ساعتها بتحس إن أمانها مش موجود، فبتتجه للأكل. الأكل أقرب صديق وأقرب حاجة لإيدك، ولما بتحسيه بتحسي يقول لك الأكل بيهون عليا والله اللي أنا بشوفه بالظبط، أكل أكلة حلوة فهو الأمان. وساعات كمان في بنات تبقى حاسة نفسها صغيرة قوي في عيون الناس، فالجسم بيرياكت العكس، بيكبرك بيتخنك. هو ده بيبقى اسمه الجوع العاطفي. الجوع العاطفي اللي هو يعني فعلا تبقى مبنت مش بس امان، ده ممكن بيبقى توتر، ممكن بيبقى عصبيه، ممكن العكس لما تفرح قوي تاكل برده. بس سبب السمنه اكتر عدم الامان وعدم الثقه بالنفس. يعني حاسه ان انا مش كفايه، فالجسم بياكل كتير عشان يدي منظر اكبر، فانا ابان ضخمه قدامك فحس ان انا ليا مركز. ده غصب عن الجسم بيعمله لا اراديا، ملكيش اي يد فيه. هل تمرين التنفس يقدر يساعد البنت اللي حاسه بعدم الامان وعدم الثقه في نفسها وبتتخن للاسف انها تهدى شويه، وموضوع انه يعني تمرين التنفس ده يخليها تعرف تخس؟ في اصلا خساسين مش مرتبطين ببعض بشكل مباشر. انا عارفه عشان بس كمان البنات اللي بيشوفونا انها تقعد تتنفس فتستنى بقى بكره خست كيلو، عشان بس يبقوا فاهمين الموضوع مش ازاي. التنفس ليه علاقه بانك تخسي، وليه علاقه بالدهون، ان هو بينزل الدهون اللي موجوده في الجسم. حلو. وبيريح الجسم وبيخليكي في الرست، بيخلي جهاز الباراسمباثاوي يشتغل، اللي هو بتاع الرست اند دايجست، بيقدر يهضم صح وبيقدر يخليكي ريلاكس. عايزين نريح التنفسيه شويه. هرمون الكورتيزول مش عالي، هادي، فانا قادره ان انا اعمل كل حاجه في وقتها. انا ممكن برضو اعمل تمرين للتوتر في نقط في الجسم اللي هي بتاعت الإبر الصينية، كل ما تعملي عليها تابينج بتمشي الانرجي، بتمشي الصدمة اللي موجودة وبتخليها انها تطلع بره الجسم. ممكن بس حضرتك توضح لنا التمرين ده، نشرح لنا التمرين ده. التمرين هي في نقط كتير وممكن تاخدي نقطة واحدة اللي مريحك. تمام. اول حاجة ان انا بنوي ان انا اطلع الصدمه دي بره جسمي. تمام. خلاص. وبسال نفسي انا حاسه بيها كام من عشرة؟ عشرة من عشرة يبقى حاسه بيها قوي، واحد من عشرة يبقى اقل. خلاص. باخد نفس عميق زي ما خدناه كده 3-4 مرات كده. باخده من مناخيري ومن لبطني واطلعه بالراحه خالص. يعني لو انا دخلته في 4 مرات بطلعه في 8. تمام. لحد ما احس ان انا ريلاكس، ده عشان يخليني يجيبني تحت خالص. فابتدي اشتغل مع العقل اللاواعي. لما اشتغل مع العقل اللاواعي يبقى انا بشتغل مع الصدمات، مع المشاعر اللي انا شغال عليها. فمثلا انا خايفه زي ما انت بتقولي، خايفه كام؟ 9 من 10. فانا نويت ان انا اتخلص من الخوف واخدت نفسي وببتدي اعمل تابينج، ببتدي اخبط على مناطق في الجسم. زي ايه يعني؟ هنا هنا وجنب العين، ممكن اعمل بايدي الاثنين او ايد واحده. اوكي. تحت العين بالراحه ولا بالراحه ولا خالص؟ بقى اخبط بسرعه؟ لا خالص. بالراحه جدا. وانا بقول لجسمي حاجه، بالرغم انك حاسس بالخوف الى اني بحبك يا جسمي وبسمح لك تحس الاحساس ده. الجمله دي مش متخيله قد ايه لو قلتيها فعلا من قلبك قد ايه بتريح جسمك، قد ايه جسمك بيحس ان انت معاه واقفه جنبه، قد ايه بيحس ان انت متقبلاه وبتسمحي له انه يحس ده. ده البيبي بتاعك، ده اول بيبي ربنا اداهولك، مش ابنك او بنتك. ده اللي المفروض تحافظي عليه، ده اللي المفروض تطبطبي عليه كل يوم وتحضنيه وتشكريه وتقولي له شكرا ان انت كنت معايا النهارده، شكرا ان انت وقفت معايا. دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ناس كتير قوي بتقول لك اصعب خيانه في الدنيا لما البني ادم تخونه صحته. بالظبط. ان جسمك ما يقدرش يشيلك، انك تبقى عايز تروحي حتى ان شاء الله التويلت ومش قادر، ده اصعب حاجه. ففعلا زي ما بتقولي دي نعمه كبيره جدا جدا، لازم تتقدر اكتر من كده بكتير. بالظبط. والمشكله في الستات ان هي دايما بتفكر في كل اللي حواليها وبعدين هي.
دي اخر جدا. حاجه. فانا دايما مش مهم انا، يا دايما مش مهم انا، لا نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم الاخرين. ليه؟ مش انانيه، بس علشان يوم ما هتقعي ولادك مش هتلاقيهم 24 ساعه، ولا جوزك ولا صحابك ولا اخواتك. بس هم مش وحشين، بس أكيد. دي سنه الحياه، كل بالزبط. واحد ليه حياه. صح. مين اللي قاعد معاكي؟ انا ده. فانا وهو اللي قاعدين مكملين مع بعض. فمين يستاهل اكتر تضحيه؟ ده. صح. لو انا ما اديتش ده اللي هو محتاجه، مش هقدر ادي اللي حواليا اللي هم محتاجين. يعني ولادي عايزين مامي بتضحك وبتفرح وبتلعب معاهم ومبسوطه وبتسمع كلامهم وبتسمعهم صح، وام ناجحه وفي شغلها وفي بيتها وفي كله. سوبر مامي. انا بالظبط. انا ازاي هعمل كل ده وانا اصلا الكوبايه مليانه جوه؟ ازاي هقدر اعمل كده؟ فلازم افضي عشان اريتشارج وارجع للولاد دول اديهم اللي هم عايزينه. مش هقدر اطلب من حد يحبني وانا ما بحبش نفسي. التمرين ده اعمله وانا في اي مكان في اي وقت اي حته، ودوشه حواليكي، موسيقى حواليكي، استقلي نفسك. ما هو دوشه حواليا، ولو داخل عليا جوزي مثلا وانا بعمل التمرين ده، بقول مثلا وش هيقول علي؟ ربنا يشفي يعني. ربنا يشفيك يا ستي يعني. انت ممكن تختاري نقطه واحده، والنقطه دي مثلا هنا. أوكي. انا كنت عامله فيديو قبل كده على الانستجرام فوق القلب، متهيألي كده عارفه العظمه دي. تحتيها كده اهو، تحت عظمه الترقوع برضه بتاخدي نفس وتنوي ان انت تتخلصي. فانت ممكن تبقي قاعده عامله كده، ومن جوايا انا من قلبي بقول ان انا متقبله مشاعرك يا قلبي، يا جسمي، وبسمح لك انك تحس الاحساس ده، وخدي نفس. واي حد قاعد جنبك مش هيحس بيكي قوي. ممكن برضه نقطه هنا ما بين الصباع ده والصباع ده، ممكن تعمليه كده. ممكن بقلبك، اصل بصي كل انسان ليه ما نوى، كل امرئ له ما نوى. فانا نويت اتخلص من المشاعر دي، نويت اتقبلها واساعد جسمي يتخلص منها. صدقيني نفس اتنين تلاته هتلاقي نفسك تداي. دكتور جسمك انا بعمل ارتاح. انا بعمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده، وانا ما اعرفش عنه اي شيء. ما دي فطرتنا بالظبط. بس بصراحه انا عمري ما قلت لجسمي انا يعني ما حصلش ان انا اتكلمت معاه قبل كده. حصلش لسه، هتعرف عليه ان شاء الله الفتره اللي جايه. يوم القيامه ايدك ورجلك هيشهدوا عليك طبعا. يعني اذا بيتكلموا، اذا بيحسوا. انا فاهمه ده كويس جدا، بس اللي انا اقصده انه يعني ما جاش في بالي قبل كده ان انا اتكلم، ولكن دايما فعلا بحس بقلق، بحس توتر، وعندي يوم مهم، يوم صعب، تاني يوم تلاقيني بقى فعلا عند قلبي كده، اقعد اخد نفس عميق. أيوة. اخرجه بالراحه واخبط بالراحه، واقول بقى اذكار بقى، يعني اتكلم بقى يعني اقول حاجه قرآن. اي حاجه تريحني. في ناس تواجه رسائل نفسها قولي قران، قولي ادعيه، قولي اسماء الله الحسنى، كل ما هو مريح لنفسي ولا ولا انت اللي عارفه طريقك. صح. ولعلمك انا برضو جالي كومنتس كتير قوي على الفيديو ده، ان احنا سبحان الله ان على طول فعلا لما بنزعل بتلاقينا ماسكين الحته دي، الحته دي وتخبطي كده بالراحه عليها يعني جدا عشان الدنيا تهدى. بقى مش عايزه اخبط جامد عشان الميه. دي فطرتنا بالظبط. طيب انا عايزه اسال عن حاجه تانية. ستات برضو كتير قوي تصحى من النوم انا تعبانه، انا نايمه، ايا كان عدد الساعات بقى، في اللي هو من 6 ل 8 ساعات اللي هو الطبيعي الصحي اللي مظبوط، وفي اللي تنام 12 ساعه، في اللي تنام 10، في اللي تنام 4 ساعات بس. على كل الاشكال او على كل مختلف الستات يعني بطباعهم وايامهم، الا انه برضو ممكن كلهم يشتركوا في حاجه واحده، ان كلهم بيصحوا مرهقين، تعبانين، عظمهم بيوجعهم جدا، مش قادرين يقفوا على رجليهم. ده ايه؟ وعلى فكره بيعملوا تحليل، بيروحوا للدكتور، مفيش حاجه، سليمه 100%، طب سرعه الترسيخ كله سليم 100%، طب في حاجه انيميا؟ مفيش، كله تمام. ده ايه بقى؟ تمام. النوم هو اعتبريه يعني الوقت اللي فعلا محتاج فيه ان الجسم يعمل شت داون لكل حاجه، عشان يهدى، عشان يرجع تاني يوم في النشاط بتاعه. اعتبريه الطريق الصحراوي اللي احنا ماشيين فيه، والنوم ده هو الصيانه للطريق ده. تمام. اوكي. طيب انا طريقه النوم لازم تتظبط. يعني ايه؟ يعني المفروض انام دوره النوم 90 دقيقه. يعني ايه دورة النوم 90 دقيقة؟ دورة متكررة بتبتدي وتنتهي 90 دقيقة. في النص بيكون النوم العميق اللي المفروض ان انا ادخل فيه. فانا لو قمت بعد مثلا ساعتين ونص، انا ممكن تلاقيني قايمة من عمق النوم، فتلاقيني قايمة تعبان. فالمفروض ان انا اخلص دورة النوم،
يعني انام ساعه ونص، 3 ساعات، 6 ساعات، 9 ساعات، والمفروض ان انا ابقى اراوند 8 ساعات ونص ل 9 ساعات ده، او 7 ساعات ونص ده، انا بلعب في الرينج الصح. اقل من 6 ساعات بيشتغل على الموصلات العصبيه اللي اتكلمنا عليها في الاول، ان هي بتوصل من المشاعر سواء جسديه او نفسيه، بتوصل للمخ من العقل، فبتبقى متاخره. فتحسي ان اللي قدامك مش مركز، مش عارف انت بتقولي ايه، بتحسي ان الحاجه متاخره شويه. حتى لما عملوا ابحاث للناس اللي بتذاكر والذاكره وكده، جابوا ناس نامت 8 ساعات وناس ما نامتش خالص طول الليل، والاثنين مذاكرين، جم الصبح عملوا لهم اشعه، لقوا ان الناس اللي نامت هي اللي الذاكره بتاعتها مخزنه المذاكره دي. فانا بحتاج انام عشان قبل المذاكره وبعد المذاكره عشان افضي دماغي وعشان اخزن المعلومات اللي انا خدتها. فكره ان انا اسهر طول الليل واروح دي غلط. لازم قبل ما انام اعمل طقوس معينه. العقل اللاواعي علشان انبهه ان انا رايحه اعمل حاجه او اعوده على حاجه، لازم العاده دي تتحرك 21 يوم. يعني السواقه انا ما بسوقش دايركت، اكيد انا الاول ببقى مركزه قوي، صح، وباصه في المرايه مش عايزه حد يكلمني ولا حد ياكلني ولا موسيقى ولا اي حاجه كده. حتى لحد دلوقتي انا بسوق كده بصبع رجلي الصغير، بتلاقيكي سايقه لو تجيبي حاجه من تحت، تجيبي حاجه من ورا وتحطي ميك اب وعينك على الطريق عشان بس محدش يقول ان احنا بنعمل حاجه غير كده، احنا عينينا على الطريق. تمام. فانا 21 يوم أوكي. كل يوم هعود نفسي ان انا قبل النوم بكلم نفسي، انا رايحه انام، اهيئ الاوضه بتاعتي، احط فيها لايت ميوزك او تمام. قران تمام. ابخرها كل يوم وافتح الشبابيك بتاعتها، لو فيها تويلت يبقى مقفول، الوان الاوضه تبقى هاديه ومريحه، تمام، ما تبقاش الاوضه دافيه قوي لان لازم تبقى فيها سنه سقوعيه عشان ده اللي بيساعد على الدخول في النوم. مفيش موبايل، مفيش تابس، مفيش لابتوب، مفيش كل الحاجات اللي بتوتر دي. ليه؟ علشان الحاجات دي بتطلع اضاءه زرقاء، الاضاءه الزرقاء دي بتدخل نن العين، بتقول له، بتدي له اشاره، هو اول ما بيشوف الاضاءه الزرقاء دي بيقول ان انا في النهار، فانا هصحى، انا عندي نشاط. لان طول الليل بيتفرز هرمون الميلاتونين اللي هو بتاع هرمون النوم، والصبح الكورتيزول عشان يديكي نشاط. يعني الست اللي بتصحى تعبانه وجسمها تعبها دي بسبب ان هي نومها مش مظبوط، او عدد ساعات النوم بتاعتها مش مظبوطه، وقبل ما تنام ما كانتش صفت ذهنها بشكل كويس، ولا مشكله صحيه ولا مشكله نفسيه؟ لا يعني هي، ما هي كل دي هي طبعا مشكله نفسيه، لان هي عندها الكوبايه بتاعتها مليانه على الاخر، مضغوطه يعني بالظبط. انا دلوقتي لو شايله مثلا شوال بطاطس شلته يوم، او مثلا ازازه ميه، خليها اسهل، صح، ازازه ميه شلتها ساعه 2 3 4 هبتدي اتعب، طبعا مع ان الازازه هي هي والميه هي هي ووزنها هي هي، بس مع الوقت الدنيا بتصعب. فانا شايله مشاكل وشايله توتر وشايله خوف وخوف على الولاد، والصبح هلحق اعمل ايه قبل ما انزل الشغل، وهعمل الغدا وهحط الغسيل. اتعلمي تدي كل حاجه وقتها. يعني لو انا خارجه ما اقولش ده انا نسيت احط الغسيل في الغساله، لو انا بصلي ابقى انا وربنا عشان اطلع منها فعلا زي ما اكون عايزه. فوانا داخله نايمه اخد عهد على نفسي كده على اوضه النوم، اسيب موبايلي، اسيب مشاكلي وافكاري وحكاياتي بره، لان اخطر 10 دقايق في اليوم هم ال10 دقايق اللي قبل النوم، اللي انا بفكر فيه واللي انا بحسه بيدخل معايا في العقل اللاواعي يتخزن. ما احكيلكيش على ال10 دقايق بتوعي يا دكتور، ويفضل بقى مش انا بس، انا وعزيزه وستات كتير، ال10 دقايق دول حضرتك بيبقوا ساعتين. كل النكد ما هو سلبي بقى، كل المشاكل اللي قابلتها في حياتي، يعني والعياط. انا بقول 89، انا من 89 بجيب. ما هي دي المشكله، ده صعب قوي والله فعلا. فانا باخدها بعمل لها تاني ريكولينج في العقل اللاواعي، تفضل تشتغل طول الليل. صح صح. وبقوم بقى متنكده، حاسه ان انا تعبانه، مهموم الدنيا على كتافي، لا انا انام بنيه ان انا هنام بفكر في حاجات حلوه، بفكر في إيه، انت لو عايزه تنجحي، لو عايزه تشوفي نفسك في مراكز عاليه، لو عايزه تشوفي ولادك كده، تخيلي ده وشوفي نفسك في المواقف دي قبل النوم ب10 دقايق، وسيبي عقلك اللاواعي يبرمج نفسه ويجيب لك ده
على الواقع. يا ريت يا ريت كل ست وكل بنت تقدر تعمل كده وتنفذ ده، واعتقد انه ممكن ما يجيش من مره واحده، بالتدريج مراني نفسك حبه بحبه ان انت فعلا ده يبقى اسلوبك في الحياه، علشان خاطر يعني نفسيتك تبقى احسن، جسمك يبقى احسن، صحتك تبقى احسن. دكتور ملك انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، شكرا جدا على المعلومات المهمه اللي اديتيها. عدى بسرعه جدا جدا بجد طار، وفعلا عندي لسه اسئله تانية كتير، بس توعدينا ان انت تكوني معانا تاني، ان صحه المراه تهمنا كلنا، واحنا كمان كستات يعني قاعدين فعلا عايزين نعرف دايما كل الجديد وكل اللي نقدر نحافظ بيه على نفسيتنا وعلى صحتنا كمان الجسديه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ملك. كانت ضيفتي في الفقره دي دكتور ملك المهدي، اخصائي علاج طبيعي لصحه المراه. وبكده نكون خلصنا الفقره، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم فقرتنا. دلوقتي بقى ميعادنا مع فقرتنا اللي هنعرف فيها ازاي نرتب دولاب الشتاء بتاعنا، ايه هي القطع الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندنا، وايه هي القطع اللي الموضه بتاعتها مش بتروح او ما بيروحش عليها، يعني زي ما بيقولوا ما راحتش عليها. ازاي اعيد تدوير اللبس بتاعي كمان اللي عندي، وازاي انسق اللبس مع بعضه واستغل القطع اللي موجوده عندي واخليها يبقى شكلها كويس كمان، ازاي اخلي اللبس شكله مختلف بقطع الاكسسوارات اللي موجوده واغير بيها شكل الاوتفيت خالص. كل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، ستايلست رغدة سالم. اهلا وسهلا بيكي يا رغدة، منورانا في انتي. اهلا بيكي، ازيك يا نورا؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. في الاول طبعا يا رغدة كنت عايز اسالك على الموضه لشتاء 2024. اوكي، الاول بس قبل ما نبتدي الحلقه انا عايزه اقول كلمه بسيطه لاهلنا في فلسطين، انه انا سمعت كل الكلام الجميل اللي انت قلتيه طبعا في اول حلقه، يا رب ربنا معاهم رب. اذا كنا بنشتغل وعايشين حياتنا فاحنا قلوبنا بالتاكيد كلها يعني بتنزف مع اي نقطه دم بتنزف معاهم، فربنا يا رب يعدي الابتلاء، يعني بقول لكل العرب ده ابتلاء، ابتلاء لينا كلنا، فربنا يعديه يا رب يا رب على الف خير يا رب، وبالنصر يا رب يا رب. اللهم امين يا رب حقيقي. يعني حتى انت بتقولي وانا بتكلم انا كتير قلت انا مش ما عنديش كلام اقوله، وفعلا كلمه ما عنديش كلام اقوله دي، ان ايه الكلام اللي ممكن يتقال يخفف عنهم او يشيل عندهم كل الكلام ده؟ يعني فعلا ما فيش غير الدعاء بقى، احنا بندعي بندعي كتير صح. وربنا يوصل لنا كل دعواتنا ومساعدتنا كمان. يا رب يا رب يا رب يا رب. بالنسبه بقى لسؤالك، ارجع بقى ارجع ليكي تاني يا رغده، وطبعا سعيده بوجودك معايا النهارده ونتكلم عن موضه شتاء 2024. بصي، هو السنه دي سنه كده الشتاء فيها مفرح بالنسبه لي، اول ما اشوف الوان نازله جديده في الشتاء فانا بالنسبه لي كده احنا الشتاء خلاص هيعدي علينا بامان. الالوان بقى في الاخضر، الاخضر اللي هو الرويال الاخضر، البينك، دي الالوان الجديده يعني ما كانتش موجوده الشتاء اللي فات، كانت صيف بس. صيف. هي انا عاشقه للصيف، والشتاء معروف عنه ان هو يعني اليجنت، تلبسي كده، ففي الوان فيه لا حب يعني اللي ما بيحبوش الشتاء يحبوه اكتر. في اللون الفوشيا، اللون ده معروف ان هو صيفي صيفي، داخل جدا في الشتاء. اللون الاحمر، واللون الاحمر كمان عايزه اقول لك ان هو دلوقتي في عالم الموضه عموما بقى النيو بلاك، يعني انه عارفين الاسود بيليق على كل حاجه، الاحمر بقى بيليق كمان على اغلب الالوان يعني. بس في ناس كتير بتقلق منه عشان اللون بيبقى جريء او بيبقى صارخ قوي، او لو حد هيلبس مثلا دريس احمر او كوت طويل احمر ده هيبقى واخد الاوتفيت كله، يعني انا هبقى ماشيه كده. عايزه اقول لك كمان بقينا ندخل فيه الوان، وبقينا ندخل فيه كمان الوان، الوان صارخه مش الوان يعني يقول لك لا لابسه احمر البسي لون يقفل بقى اللون الاحمر. لا، الاحمر طالع ترند جدا مع البيربل، طالع ترند جدا مع الفوشيا مثلا. يعني الوان قبل كده استحاله تلبسيهم مع بعض، تحطيهم جنب بعض. ايوه صح، استحاله تلبسيهم مع بعض. دلوقتي بقينا بنلبسهم مع بعض وفي الشتاء. يعني شوفي كمان، يعني ممكن نلبسهم في الصيف حاجه بسيطه جنب حاجه بسيطه، لا بقينا بنلبسهم بشكل كبير كمان في الشتاء، لان قطع الشتاء كبيره وتخينه وتقيله اغلبها يعني صح. فبقينا نلبس الالوان دي كمان في قطع الشتاء وبقى شكلها تحفه. عايزه اسالك عن الاوفر سايز،
هل لسه معانا موضة السنة دي وهل بيبقى مناسب لكل الأجسام أو لكل الأحجام؟ بصي الأوفر سايز مكمل معانا وفي الشتاء كمان تقدري تلبسيه بشكل أكبر. أنا عايزاهم يعرضوا صور كده حلوة علشان أنا هنعرض دلوقتي الصور ما تلاقيش. بصي الأوفر سايز دايما بيتلبس، هو ليه شروط بس صغيرة كده ناخد بالنا منها ونلبسه. معانا هو أول صورة. بصي ده اوفر سايز على اوفر سايز، دي الصوره دي يعني من الحاجات الغلط اللي انت ممكن تعمليها، ان انت ممكن يعني تبوظي شكل جسمك وما تخليش معالم جسمك باينه. احنا بنحب نلبس حاجه ويبقى شكل جسمنا فيها حلو. الاوفر سايز لو عايزه تلبسيه دايما البسي قطعه اوفر سايز والقطعه الثانيه فات مقاسك، فالاثنين مع بعض يعني ممكن لو في صور ثانيه الاوفر سايز. يعني دي مثلا بلوفر كبير واسع اوفر سايز والبنطلون مظبوط عليها فات عليها. فلو هتلبسي من تحت يبقى القطعه اللي فوق مظبوطه، ولو العكس هتعملي كده هو ده اللي هيخلي شكل جسمك حلو. هو بيحل مشاكل كتير عند ناس كتير، يعني لو واحده عندها دي فوق في مكان معين في جسمها فالاوفر سايز هي اللي ليها بيخفي الحته دي. صح، هو بيخفي معالم الجسم كلها عموما، يعني بيبقى هو بس لو عندها من تحت مثلا مضايقاها فتلبسه من تحت، لو عندها من فوق فتلبسه من فوق فتعمل البالانس ده. دي كمان من فوق اوفر سايز ومن تحت لابسه جينز مظبوط عليها. فانا برشحه جدا للي عندها دفوع مش عارفه تعمل فيه ايه او ساعات بيضايقها في هدوم كتيره. ده البافت برضو مع الشال، ده حاجه طالعه ترند جدا ان انت تحطي الشال من فوق الهدوم، ويكون الشال كمان دي موضه الشيلان بقى، ندخل في الشيلان، انه الشيلان موضه الكبيره دي هي بشراشيب وكبيره وواخده ولابساها مع الجاكيت الاوفر سايز اللي فوق ولابسه من تحت حاجه فيت، فده شكلها بيكون بيرفكت. حلو قوي، بالذات لو منطقه الصدر عندها كبيره او زي ما قلت لك حاجه عايزه تداريها. اوكي، ده برضو تقريبا نفس الفكره اللي احنا ده للمحجبات بيبقى لطيف قوي، بيبقى تحتيه شيرت ولابسه الاوفر سايز من فوقيه، وبيبقى شكلهم حلو قوي على المحجبات كمان. ليه ممكن نشوف اللبس حلو على حد ونشوفه على نفس اللبس او نفس الاوتفيت هو على حد ثاني لا مش قد كده؟ حاجات كتير يعني، مش ممكن مناسب قوي. اللون ما يكونش مناسب ليها، مش مناسب لجسمها ابدا. يعني انا في حاجه كمان عايزه سبوت عليها، انه انت ممكن تلاقي حاجه غاليه وفظيعه وتحفه وتروحي تشتريها ودافعه فيها مبلغ يعني حلو، ولما تيجي تلبسيها تعمل لها ستايلنج هي مش حلو. مش حلو عليكي، طب هي ليه مش طالعه حلو عليا زي ما انا رفنطعه مثلا زي الموديل اللي لابساها، هي ليه مش طالعه حلو عليا؟ فانت ما نسقتيهاش كويس مع بقيه الاوتفيت. اوكي، وبعدين مش شرط ابدا تبقي جايبه قطعه برده غاليه جدا عشان تبقى، يعني ممكن واحده تبقى شاريه حاجات بسيطه من حتت مش غاليه وطالعه تهبل. هو الفكره ان هي عرفت تنسق هدومها كلها مظبوط، عرفت تلبسها ازاي بالظبط، عرفت تلبسها ازاي. فهي الحته دي فيها الستايلنج والذوق كمان بتاع كل واحده بيدخل شويه في الحته دي. طبعا. طيب الاكسسوارز برضو بتخلي الشكل او الاوتفيت مختلف تماما، وساعات تخلي الاوتفيت مش حلوه خالص. يعني ممكن ابقى لابسه حلوه قوي واقوم جايه حاطه حاجه هنا كده خلاص ضيعت كل ملامح شكلي، خاصه لو بلاستيك او لو كده حاجه يعني الماتيريال كمان بتاعتها مش قويه قوي فما بتبقاش احلى حاجه. ازاي الاكسسوري اقدر برضو العب بيه كده ان هو يخلي شكلي مور اليجنت او احلى اكتر او ارقى اكتر؟ بصي الاكسسوارز فيها حاجات كتير، فيها حزمه وفيها شنط، فيها اكسسوارز بقى وحلقان وحاجات كتير جدا. اول حاجه يعني اللي انا بقوله بيظلم ناس كده شويه مش عارفينها، انه انت المفروض تلبسي يعني الفورمال جدا 13 قطعه اكسسوارز. 13 اقل من كده بيبقى في مشكله؟ طيب لا تلبسي اقل، لا عادي تلبسي اقل بس ما تزوديش عن كده. انت لو عايزه يبقى شكلك فورمال، لو انت في شغلك، لو انت عادي بقى خمسه لا عادي، دي واحده ودي واحده والشنطه كمان واحده، يبقى سته. لا انا شنطتي ما طلعتش عد اكسسوارز خالص. شفتي الست الاولانيه بتاعت اوفر سايز في اوفر سايز دي هذا انا هم قاطعين راسي بس دي صورتي. لا ما انا بقول لك ده فورمال بشكل فورمال، انما لو انت خارجه عادي بقى، واصلا يعني الاكسسوارز
ده عدد طالعه موضه، بيرسينج بقى، خواتم كتير في ايديكي وسلاسل كتير، وفي ناس ده الستايل بتاعهم اللي بيعتمدوا عليه ويعني شخصيتهم. ايوه صح، بيحبوا بيرسينج كتير او الخواتم تبقى ممكن في الخمس صوابع كمان بس ده مش الفورمال بتاعنا، مش يعني مش الاساسي اللي نعمله في حياتنا العمليه. صح. لو نقدر نقول تعدي ان هما ما يزيدوش عن 13 بالتوكه بكل فرده حلق، دي واحده ودي الثانيه كده. فبالشنطه لو مش هتلبسيها طول الوقت خلاص ما تعدهاش، علشان يبقى شكلك مش اوفر ولا ولا يعني شكلك يعني مش لطيف في الشغل. حاجه كمان بقى انا بشوفها اكسسوارز، يعني بس حاجه اللي هي الهيدن اكسسوارز او الاكسسوارز اللي مستخبيه اللي مش باينه فينا. بصي ناس كتير مش بيهتموا انه ابقى لابسه ايه تحت الاوتفيت يظبط لي الاوتفيت بتاعي. يعني مثلا التوب، التانك توب او التوب اللي بيتلبس تحت الهدوم ده بيفرق جدا مع البنت، بيخلي الشيب بتاعها حلو، بيخلي الاوتفيت بتاعها باين مظبوط. حاجات كتير، حاجات مثلا زي لو انت في ميتنج عندك لابسه شيرت او قميص وممكن تلبسي حاجه اسمها مشد القميص بتتلبس تحت الهدوم، تفرد القميص كده وتخليه ما يتحركش من مكانه. حاجات بقى اللي ممكن يعني دلوقتي حتى طلعت في الميك اب الليفتنج باند والحاجات اللي بتتحط عشان تعمل مش عارف ايه. الحاجات دي كلها اكسسوارز مستخبيه جوه هنا، بس هي ظابطه شكلك وظابطه لبسك. تقصدي بقى التريكات اللي هي سر الجمال او سر الصنعه عند كل ست، الحاجه اللي بتعملها تخليها تظبط جسمها وتظبط شكلها بطريقه احنا مش شايفينها. بالظبط. هي حاجه مهمه جدا زي اي هدومك الخارجيه، انت لازم تهتمي من جوه، يعني بره هتلبسي ايه فمن جوه تظبطي الهدوم علشان من بره شكلك يبان مظبوط. ودي بتفرق من حد لحد، تبقى لابسه نفس الحاجه وجسمها شبه جسمها بس لا دي شكلها مظبوط، شكلها كده مرتب وجسمها مشدود، ودي لا في حاجه غلط انت مش فاهماها، فدي اللي بتفرق، في حاجه مش مترتبه قوي. طيب الحزام محله ايه في الشتاء؟ لانه برضو احنا عندنا زي ما قلتي كده في الاول ان لبس الشتاء بيبقى ساعات بيبقى هو اصلا يعني تخين كده والفابريك بتاعته. ومين كمان اللي يلبس حزام بقى؟ يعني مين اللي تلبس حزام والحزام يتلبس على ايه؟ هي كل الناس عادي تلبس حزام، بس انا جسمي ايه البس عليه حزام شكله عامل ازاي؟ دي بس الفكره. يعني لو انا مثلا قصيره من يعني جسمي قصير عموما او قصيره ومصيره من فوق فعشان البس حزام عريض ده كده هيأثرني اكتر. يعني لو انا طويله بقى وعندي من فوق ممشوقه البسي حزام العريض ده هيبقى تحفه عليكي، لان هي مش يعني مش هيأثر فيها، وان انا قصيره خلاص تلبس حزام رفيع مثلا زي الشيب التفاحه او اللي هم ما عندهمش وسط. بمعنى اصح الحزام الرفيع بيبقى خطير عليهم، بيعمل لها وسط ورفيع بحيث ما يبانش، يعني لو ضخمه هيبينها ضخمه اكتر. فهيظبط جدا الاوتفيت. كويس جدا جدا. نروح بقى للجينز والجلد. أوكي. عايزين نتكلم عليهم برضو، ازاي نلبسهم صح، ايه الاماكن اللي المفروض انها تلبس، ايه فيهم ينفع بالنهار ايه فيهم ينفع بالليل كده. بصي الجينز ما بيبطلش، ما احنا عارفين هو يتغير شويه موديلات بس نفضل الجينز اساسي حياتنا. صح طبعا. وكمان الجلد، الحاجات الجلد في الشتاء هي يعني ايه الشتاء من غير جلد، من غير بلطو جلد وبنطلون جلد وحاجات كده. فلازم لازم يبقى عندك قطعه اساسيه جلد بتظبطيها طبعا على حاجات يعني على حاجات كتير. احنا هنتكلم عن القطع كمان الاساسيه لازم تبقى في دولابك في الشتاء، لازم علشان تقدري تعملي بقى ايه ريسايكلينج لكل هدومك. ان انت يعني لو عندك حاجه ما بتلبسهاش بقالك كتير فتروحي لابسه عليها مثلا جاكيت جينز قصير او طويل شويه وطالع الاوفر سايز في الجينز طالع حلو قوي برده، لو لبستيه عليه انت كده غيرتي من شكلك تماما. جاكيت الجينز، السكيرت الجلد طالعه السنه دي، هي طالعه من السنه اللي فاتت بس طالعه السنه دي برده بقوه، وهي حلوه جدا للمحجبات يعني وتحل لهم حاجات كتير. الضيقه ولا الواسعه؟ لا الواسعه البليسيه.
هي اللي طالعه ترندي قوي للمحجبات الشتا ده. بالنسبه طبعا لغير المحجبات ممكن يعني القصيره شويه او اللي تحت الركبه على طول او الضيقه شويه. لما الواسعه بس على فكره شيك قوي فعلا، بتحط عليها حزام كمان ساعات. محجبات وغير محجبات خطير، وبتلبس عليها كمان من فوق اوفر سايز بيبقى شكلها تحفه، وهي لايقه على المحجبات. تلبسي عليها بقى هاف بوت من تحت او حتى حاجه تالون كلاسيك لو انت خارجه خروجه مثلا بالليل. بتحل يعني، عارفه في حاجات كده تحسي ان هي تبقى في الدولاب تاخديها تحللك مشاوير كتير. شايفين السنه دي الجلد كمان طالع بالوان مختلفه، يعني مش بس الاسود اللي موجود، لا في لا كامل، في كمان الكامل طالع بقاله شويه، وفي كمان اللي هو اللون المارون اللي هو البني المحمر ده. اللون ده طالع في الجلد ترندي جدا. والاحمر كمان، الجلد الاحمر يعني اللي مدي على احمر كمان، يعني هو مش احمر احمر، هو مدي على مبيتي كده شويه. ده طالع موضه جدا في الجلد كمان. حلو قوي. والدريسز الجلد كلها، حتى اللوك كله يعني كل اللوك جلد ده طالع موضه جدا السنه دي. لبس في اي وقت؟ بصي لا ما بتلبسش الصبح يعني، برضو لو مهم قوي ان احنا فعلا نعرف يعني امتى ننزل بليزر من اول لاخر كده. مش هينفع تلبسي الصبح كده يعني، لا مش هو بالليل بعد الظهر كده يعني. خارجه مع اصحابك، رايحه مناسبه لطيفه، رايحه تقابلي تعملي حاجه بالظبط. والجلد زي ما قلتي يعني المناسبات برضو هايل يعني. لو اتكلمنا على سكيرت بليسي دي، لو انت لابساها يعني ظبطيها على حاجه بالليل هتبقى تحفه. ظبطيها تلبسيها الصبح هتبقى على الاوفر سايز زي ما قلنا، زي ما قلتي هتبقى تحفه برضو. ففي حاجات بتحللنا الدنيا. من ضمن الحاجات اللي بتحللنا الدنيا القطع الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندي في الدولاب. قولي لي بقى ايه القطع الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندي؟ طيب احنا اتكلمنا على الجاكيت الجينز، تمام. ده كده كده ده بتحطيه في دولابك صيف شتاء، ما بتشيلهوش. حلو. اوكي. الجاكيت الجينز، الجاكيت القصير الجينز، هو طالع برضو وطالع بقاله فتره ويفضل كده عندك في الدولاب في الشتاء. في منه القصير وفي الاوفر سايز. لا القصير اللي هو العادي اللي طالع بقاله كذا سنه. ماشي. انا بقول لك ده اللي هو الاساسي يعني، اللي هو مش يعني مش كل سنه هتضطري تجيبي واحد جديد. صح. تبع الموضه اللي درجه ده هيبقى عندك في الدولاب كده كده. كمان الكارديجان، لازم يبقى عندك كارديجان تلبسيه على حاجات كده بيحل الدنيا وبيلم الدنيا وبيعمل حاجات كتير. الكارديجان ده تجيبيه برضو يبقى لون حيادي عشان يليق، جراي مثلا، بيج، الحاجات دي اللي هي تليق على اغلب الحاجات التانية، الالوان الهدوم. وايه كمان؟ والترنش كوت ده طالع موضه وحلو برضو وبيليق يعني، موديله بيليق بالليل لو هتلبسيه بالليل، لو هتلبسيه نازله الصبح رايحه الشغل هو لطيف جدا وعملي. ترانش كود ده اللي هو شبه بتاع محقق كولومبو، عارفينه؟ حلو قوي. حلو قوي قوي فعلا. وهو طالع دلوقتي كمان يعني، هو اللي طالع اللي كان الطويل دلوقتي اللي طالع منه كمان القصير، طالع شكله شيك قوي. بس انت لو هتبقي عندك حاجه اساسيه خليكي في الطويل شويه. حلو جدا جدا. طيب اعاده التدوير كلمه يمكن بنستخدمها في حاجات تانية خالص، انما لما بنيجي نتكلم عنها في الهدوم دي يمكن في ستات كتير مش عارفه طب اعملها ازاي. يعني هدوم مثلا كانت عندي الموضه بتاعتها مش قد كده او راحت خلاص عليها بس لسه موجوده عندي وحباها، ازاي اقدر ارجع البسها تاني، اعمل لها ريستايلنج تاني؟ في حاجات كتير بتبقى موجوده في دواليب الستات محطوطه على جنب. انا يعني عشقي في الحته دي ان انا اجيب اطلع هدومي كده ووريني اللي انا ما لبستهوش السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها ما جيتش ناحيته اقدر البسه تاني ازاي. ودلوقتي في يعني في فيديوز كتير تقول لك مثلا يعني لو بلوفر من هنا واسع ومن تحت واسع تقدري تلبسيه، تجيبي الكول بتاعته تحت وتحت فوق وتروحي لابساه مغيره له الستايل بتاعه تماما. اوكي. يعني في حاجات كتير تقدري تحط لها حزام وشال وتحطي الشال جوه الحزام وهيبقى شكله مختلف وكانك اشتريتي حاجه جديده. فبما ان يعني كمان الاسعار غليت والهدوم غليت فانا بقول لكل واحده تطلع الحاجه اللي عندها جوه. أيوة. وتشوف وتتفرج على فيديوز وتقيس كمان يعني. صح. تاخد الحاجه اللي عندها وتقيسها وتشوف هي شايفاها تقدر تلبسها ازاي وتجيب. تمام. عشان تجيب افكار تتفرج على فيديوز بيعملوا ريسايكلينج للملابس القديم، اذا كانت بقى تقصها تحط فيها زراير يعني تزودها ببروش، تعمل مش حاجه تحتيها او حاجه فوقيها، شال تقفله.
عايزه واحنا بنتكلم على فكره عن الالوان، كنت قلتي لي ان في الوان ما كانش ينفع تحط جنب بعضها، مش متخيلينها اصلا. احنا شايفين اهو بقى دلوقتي ده ايه ده بقى. بصي بصي الجمال، بصي ازاي اليجنت ورويال وشكله حلو جدا. معلش ولا حاجه غطت على حاجه. خليني برضه اسالك بلسان الجمهور. انا هلبس كده عشان يعني انا نقول بقى سني لحد ما ماشي واقدر اغير واتنطط في الاشكال والاستايلات والكلام ده، انما لو شافتني مثلا حد مثلا يعني خمسه من ال 45 لفوق وعندها كده الاجنس يعني الست كده بصي تدخل منمقه قوي، لو هي مش هتقول عليا مش عارفه البس لا خالص او خالص. بجيب اي لون جنب اي لون كده. صح. لا انا افتكرتك هتقولي لي هي حابه تلبس كده، انا ما جاش. لا والله حلو على فكره، انا عاجبني ده كمان جدا. وعاجبني اللي قبله اللي انا اقصده انه بقى فوشيا تحفه ازاي، اورنج يعني فوشيا خطير على فكره. ده معانا من السنه اللي فاتت اللونين دول مع بعض، وكان بس في الصيف بس، وكانوا كمان كلاسيك اكتر من هما كاجوال. ده تحفه بقى خطير. يعني الوان تفتح النفس، تحسي كده ريق الجري فجاه. انا عايزه انزل بعمل الاجتماع دلوقتي، اللي هو ما عنديش اي اعمال ولا مشاريع، بس انا نازله، انا دلوقتي نازله اعمل الاجتماع. صح بالظبط. دول بقى على بعض برضو غراب قوي. لا بس جمال والبيربل والاحمر خطير. ما انا بقول لك في الوان هي عايزه شويه جراءه طبعا طبعا، وشويه يعني انت عارفه دايما الموضه او الحاجات الجديده في اولها بتبقى ايه، تخض كده. ايوه صح. بعد شويه تلاقي الناس ابتدت تتقبلها والناس بتلبسها عادي وكده، ودي حاجه، ونطلع احنا بقى بحاجه جديده تانية خالص مش على بالهم، عشان ما نبقاش يعني في الاوفر سايز لما نزل الاول او لما بقى منتشر، او الناس تيجي تقول لك هو انت لابسه البلوفر بتاع باباكي ولا البلوفر بتاع جدتك، يعني ايه الحاجات الكبيره دي. والبنطلون جينز المقطعة الرابد ما كانتش الناس فاهمينها في الاول برضو، لحد ما كل الناس بقت تلبسها وموجوده في كل حته، فخلاص بقت مستصاغه اكتر يعني. فانا شايفه ان انت يعني شوفي بقى ايه في دولابك وطلعيه من الالوان دي والبسيهم على بعض، شوفيهم كده جربيهم قدام المرايه وشوفيهم على بعض. نروح للشنط والشوزس علشان دول من الحاجات المهمه جدا، واحنا عشان وقتنا كمان قرب يخلص فعايزه الحق اتكلم عليهم. الشنط والشوزس الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عندي خاصه في الشتاء بالوانها. بالوانها؟ طيب انا عايزه اقول لك الاسود ملك طول عمره هيفضل، يعني شوفي انا قلت لك الريد النيو بلاك وبتاع، بس الاسود طبعا. فانت لازم يبقى عندك بوت طويل اسود، عايزاه بقى هيلز او ما بتفضليش، على حسب راحتك، لان هو برضو لابسه حاجه قصيره هتلبسيه عليه، لابسه حتى يعني دلوقتي ما بقاش قوي الليجنز طالع موضه قوي، بس في ناس بقت تلبسه على نعم الجينز البوت كات. بقت الناس بتروح لابساه عشان ما يعني تعملي زي ريسايكل، صح تروحي لابسه البوت عليه. صح. كمان دي هنقولها، انا كنت عايزه اتكلم على اللايرنج وازاي نلبس لايرنج في الشتاء، عشان خلاص ده احنا اصلا بس خلاص خلينا نتكلم. شنطه بسرعه جدا. اوكي الشنطه، بصي يبقى شنطه كبيره مريحه. تمام. لو عندك شنطه كده يبقى حلو قوي. ولونها يا اسود يا كامل يا كده، الوان تليق على كل حاجه بقى. بشكرك يا رغده جدا، الوقت معاكي طور بسرعه قوي، عايزين نتكلم تاني وعايزين نتقابل تاني، علشان اكيد في كل شويه بيحصل حاجات جديده، فتبقي معانا دايما اول باول علشان دايما نحافظ على شكلنا ودايما نحافظ على الستايل بتاعنا. بشكرك يا رغده جدا على وجودك معانا. ميرسي يا حبيبتي. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على شاشه ETC الساعه 5، ما تنسوناش في انتي سلام.